السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بلاقيه على تحت نص الطوق، او لا تقدروا تخدموها حتى على طول البياسه، علاش لا، كتجي زوينه وسهله في الخدمه ديالها. تخدموها بلون واحد او لا باللوينات، كيبقى لكم الاختيار. انا غادي نخدمها هنايا تحت نص الطوق. عبرت هنايا الطول ديال نص الطوق ديالي، خليت فيه 38 سنتيم. نص الطوق كتخليو فيه 35 حتى 40، على حسب نتوما شحال بغيتوه، واش طويل ولا شويه هكا، يعني ما يكونش طويل بزاف. المهم هنايا عبرت كما قلت لكم 38 سنتيم، وغادي نبداها تحت من السطوق. اول حاجه غنحتاجو الحرير اللي مبروم على 3 ديال الشعرات، ها نتوما اللي كيكون مبروم مزيان ورقيق، 3 ديال الشعرات اولا جوج الشعرات اللي بغيتو. والبره النمره دائما 5 اولا 6 اللي كنخدمو بها الراندا. ما تنساوش البنات لايكات وتابوناو في القناه الا كنتو اول مره كتشاهدوها. هنايا اول حاجه ها نتوما شديت في الثوب، شديت الحرير في الثوب، غادي نجي مباشره نشد في الثوب، هكا، وغادي نخلي واحد الخويط على قد غريزه. غادي ندور الخيط لديك الجهه وغادي ندير غريزه في هذا الخويط هذا بهذا الشكل هذا. غادي نعاود نشد في الثوب بحال هكا، نجي ثاني الجهه الاخرى مباشره نشد في الثوب بهذا الشكل، ونخليو ثاني شفتو كنخليو واحد الخويط هنا الوسط على قد غريزه. غادي ندور الخيط لديك الجهه وغادي ندير غريزه، نشد في الثوب. ملاقيه سهله وكتجي رائعه في الشكل ديالها. ثم غريزه في الثوب، غريزه في الثوب، ما كنشدوش في الغريزات اللي من قبل، وكنديروا غريزه في الخويط. غريزة في الثوب من هنا وغريزة في الثوب من الجهة الأخرى. حاولوا ما تخليوش هذا الخويط هذا اللي الوسط يكون كبير، يكون غير صغير على قد غريزة واحدة. صافي الخيط كيكون لديك الجهة، تندخل البرة هنايا تحت من هذا الخيط اللي هنا، تنخرجوها في دائرة الحرير، وها هي عندنا غريزة. هنا البنات راه ما كاينش لي سباس ما بين كل وحده وحده، راه غير ما حتاش انا زوميت لكم بزاف كيبان بحال ان كاين لي سباس بزاف، لا راه كيكونوا قرابين. غادي نجي تاني نشد في الجهه الاخرى هكا، وحاولوا تزيروا الغرز اللي في الثوب وما نشدوش بزاف وما تبعدوهمش بزاف، وغريزه هنا الوسط. غريزه في الثوب، اي مبتدئه تقدر تخدم هذا الراندا هذه اولا هاد الملاقيه، غير خدموها البنات هكا في طريف ديال الثوب، خدموها بزاف ديال المرات حتى كتقنوها، عاد باش طبقوها في جليبه اولا في قفيطين باش كتجي مزيانه، لان من اول مره راه من طبيعه الحال ما غاديش تجي زوينه. غرزه في الثوب، غرزه في الثوب، غرزه الوسط، صافي ما كاين حتى شي اختلاف. هي كتقدروا تخدموها بلون واحد، تقدروا تخدموها باللوينات، تخدموا مثلا كل 6 سنتيم او 10 سنتيم بلون، كتبقاو كتعبروا نتوما خدامين باللوينات. انا غنخدمها هنايا غير بلون واحد، لان هاد الجلابه هادي غنخدمها اللون في اللون، يعني غادي نخدمها غير بلون واحد. خدمتو بجوج اللوينات غادي تخدموا كل 10 سنتيم بلون، اللون ديال الجلابه واللون الاخر اللي دخلتو. شوفوا كيفاش كتجي، كتجي رائعه. غادي نشد في الجهه الاخرى وغريزه هنايا الوسط، انا هنايا البنات راه خدمتها غير تحت نص الطوق. نتوما تقدروا تخدموها من يعني في البياسه كامله من الفوق حتى لتحت،
والاخوات اللي كيسولوا على الخيط ملي كيتسالى كيفاش كنديروا ليه، راه كتدخلوه تدخلوه في الثوب حتى تتخدموا فوق منه حتى كتوصلوا ليه وكتقطعوه. صافي غادي نكمل بهذا الشكل هذا. هاد الجلابه البنات راه غادي ندير نخدم فيها هنايا في نص الطوق، غادي نخدم راندة الحصيره، راندة حصيره اللي كتكون عريضه هكا ومزوقه في الجناب. فايت لي شاركتها معكم بزاف ديال المرات، ولا بغيتو نعاود نشاركها معكم غير خليوها ليا في التعاليق. صافي كتكملوا بهذا الشكل هذا البنات، هانتوما كيفاش كتجي هاد الرانده. هذه رانده اللي رائعه، اولا ملاقيه اللي رائعه وسهله وكتخدم بسرعه في نفس الوقت، ما كتاخذش الوقت. يعني راه نهار تقدري تخدمي نص طوق اولا تخدمي الطول ديال البياسه ديالك كامله. ساهله كما شفتوا معايا الطريقه ديالها، نتمنى انها تكون عجبتكم وتكونوا فهمتوا واستفدتوا. ما تبخلوش عليا البنات باللايكات ديالكم، شكرا لكم، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.